قناة الزل الدين الإسلام يقدم إليكم دروس يوم الخميس لفضيلة الشيخ أحمد وترى إذا عندي الإسلام كان اسم تيسو تغنطا جا كميسا كم مقالا دربا كسط برطمو كان شيخ أحمد وترى برسيسو ربين عمري دير طوحا كان نوفا الله الرحمن الرحيم باب في قبول الهدايا باب نيتو لما قرطن نيتن باب مطاعت يديسا ديسا ما قرطن يديا قبل ورد للدبتو قال حدثنا علي بن بحر وعبد الرحمن بن مطرد الرواسي قال حدثنا عيسى وابن الرواسي قال الرواسي نصب ما بطر من تميم قبيله وبني تميم الراتاتي قال نجن رواسي لا في سلم ان جندرون حدثنا عيسى حدثنا عيسى وابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وشاب بن عروة عن ابي اناس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية كان نبي نته تلما غرتني تمرابطا تلما غرتني يقبل الهدية دياها كيبل تين كان نبي نته يقبل الهدية دياها كيبل تين ويسيب دوب جزاني قلت عليها ترى دياتني رتي قلتني دي بساجة صحيح ندين صحيح ناري وقالتنا عبدنا من الرحيم قال عبدنا سلواتنا من الفضل حدثني محمد بن إسحاق سعيد بن أبي سعيد المقبوري يا نبي يا نبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جنك وإم الله يتو يمين ربي تقسمي خفوفيا لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية لا أقبل أن انكبل بعد يومي هذا يقول ياقي غناتي من أحد تكون مرة هدية انكبل وجه إلا أن يكون مهدين سيوتهم عليك هدية نقدسني مهاجر يوتهم عليك أو قرشيا تكا رجل قريشي وتهملي تكا رجل أنصار وتهملي ودوسي أنت تكا ورسكي وتهملي تريسان زيادة قدوم بربادرين متغنق زيادة قدوم بربادي تنافق نجاني صحيح ونديني صحيح ابن إساق ابن إساق مدلسة وقد توبية متابعة قدامي أحمد تنافذ وموغرتني تن صحيحة تحديثني فقال أحمد أحمد جدثنا يزيد وأنبانا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد قال إلى المقبوري جئتنا به وأبو معشر ضعيف وتابعه أماس بن أجلاني تيسقط متابعه وعلى كل ندي ندوب صحيح لغيري تعالى باب الرجوع في الهبة باب حكم الرجوع يكمي ديبه داية باب دم الرجوع ديبه والربس في لباته باقيسة واهب ديبه خوالدين انتين وقالتنا عبد المسلم إبراهيم عدنا أبانه وعمامه وشعبة قالوا حدثنا قتالة عن سيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي جنته على عيدنا مك ديبي آتي في بيتي موهوبا ساقيدة وانك انما قيسك ديبي آتي كلا عيدي كنما ديبي آتي بيك ايا قصاصا ديبي اخا قصاصا ياتي تيجا صحيح متفق عليه قال حمام نجي وقال قتادة نجي قال ان قد حدثنا قتادة جنني وقال قتادة جه قال قتادة نجيج ولا نعلم نطئو دين بين غرمو غرتيك ايت ديبو الا حراما حرام اتمالي انوجي اكو مسني تود نجس ديبو دتي حرام نجس ديبو ني اكو مسني حرام ناغي تتي جه قال زيادتنا قبيت شودا مولدا زيادة وانكو مقالا قتاداتنا قبيت شودا شوبان اندوبن نقولي قتاداتنا
ولوط عددنا وسدد عددنا يزيد وفي عن ابن زريع قال عددنا وسين معلم انا ابن شريك عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب بها بيئة لا يحل لرجل رجل بلا أن يعطي عطية شيخ مخنسك خنة أو يهب هبة شك إلى في تبارجها فيها يصير لا يعطيها إلا الوالد فيما يعطي ولده والد مالي وولده فكن قيس التيه وزل الذي يعطي العطية ثم يرجع بها كمثل الكلب أكثر بصر إلاتي يأكل ويتل خنياتي فإذا شبيع قوق بصر إنسوني قاتم عاد في كيه حاك سويت ويقسم ماسك ديب وكسا أساسا نعتولتي صحيح ندين صحيح أغاري لموقوف مدي غاري لشك أخ بس حيوانات فكيتي غير رحمة حيوانات فكيتي قال ربنا سليمان داود الوالي أخبرنا المعلم أخبرنا موسى وابن زيد أن النعل بن شعيب حدثه عن أبي أنا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي النجاة مثل الذي يسترد ما وهب سبت موغرتي فقاتا نميت ديفته برباد هو أنكني أقصي بصري لا تيجي ولما غرتني تيجي يبغاك يصير فياكلو كياهو كيسا غنياتو يقوني في واهبين ده فتشو بربادي فليوقف فليوقف ده تون هذا بمو فليوعرف بابي خلين ده بابن مالي بده فتجي فليوعرف ده تون هذا بيسي فمو بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب مالي في دير ثم ليدفع إيتون إيقاو دوب صوباه مي هادي بصوفي ما وهب وانك النادي بصوفي إيتو يوي با جزاءته غلطة هبا غلطة يوته حكمي بي كباني دي بصافي هادي بصوفي الراجع حسن مدين حسن حسن صحيح حسن للاتي صحيح لغيره أمر ابن شعيب عن أبيه عن جدي نادي سر قدر را قد انبوء بتكل إن كان الراوي عنه غير ما هو باب الهدية باب في الهدية حكم موغرت خن هدية قلولا لقضاء الحاجة قراميرات يتواجد الحاجة إصافة تولات سنة دية محرمة الهدية لأرقم تولا وقال لنا عبدنا بن السنه ان الله بن عمرو انوار بن مالك عن عبيد الله بن ابي جعفر عن خالد بن ابي عمران عن قاسم عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نجي من شفع لاخيه شفاعه نمني أبولي صاتي مغنطا خيري تقد لغي فأهدى له هدية عليها فأهدى له هدية غيصة وقر يجلي الشفاء سنيتي فقبلها نبخ كيب الهدية صن وقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا يا رينا مغرت نيت النوعي قداداني لفيت من أبواب الربا ما سيانه إربا لا فكاتو بارك رجل ربا دامي تماسي ربا فكاتو يتمالي حسن نديني حسني ربا مبابا لمت مالي ويدرا باب ما قرديتي في باب ما بيدرا ربا كبائر يتو لغا يا ريلا ديني حسن اديني حسني يتو لمو قرتني تنجا ريلا عبد الله بن أبي بكر عبيد الله بن أبي جعفر قاسم الجلالك قاسم بن عبد الله قاسم بن عبد الرحمن فيه كلام لا يضر كلام اندر الرجل حديث صلاة ينزل ودين صار رتبة الحسن رتبة حسن را قاسم قد انبويت غاري باب الرجل يفضل بعد ولده في النحل وهذا إسناد حسن على ما تقرر على ما تقرر من حال أمر من شهرين تقام قبولني نياري باب الإنجيل
باب في الرجل يخصم بعد ولده في النحل في النحل في النحل باب من الرجل يكمل رجل تشاد بطو يفضل غشال تسو قريل منسى غشال تسو في النهول يعطيا قيس اتخنا قيس اتخشال تسو هل يجوز أم لا نقيا ممقو وريد عدنا بنا بنا دنا وشيم أبانا سيار وأكبرنا مهيرة وأكبرنا دارنا الشعبية أبانا مجالد وإسماعيل مسالم يعني الشعبية نونا عند بشير قال يعني نحلني أبي نحلني يعني حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي قنا سيد بيت ماز وأخبرنا جماز والنداد كنا جو شيم وأخبرنا مجالد وإسماعيل إذا إنني سماز نبوديس عن الشعبي عن النعمان بن عن النعمان بن بشير الرأي شعبي نبوديس أنحلني أبي نحلن نومان نجي أنحلني نابك النبانك ينهول نطياتك خناتك نابك النه قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نخلة غلاما له ياري إسماعيل بن سالم نجي من بين القوم يدور شركاء ساتي نحله غلاما له شريكا ساقا مجالدي في داودي مغيرة دا خنا جرى سياري جرى جدو جرى شان جدو شريكا ساتيني نحنولة جي غلام الله جمو قبر الشغل النافجة قال نجي فقلت له ناري قال نومان نجي فقالت له أمي قال فقالت له أمي عمرتم بنت روحة حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له أباغي نوماني نجت دوبا قام مغرتني بشير نجت جنوماني تجاتي تي أمران نجت نمرت بنت روحة نجت أتي رسول الله نبي تلك أتي نبي رجاه دي يتخنا خنرت أن سنمنوتي دي بيتا صلى الله عليه وسلم فأشهده نشهد ما نبي رني بربادي لو اتدبته واني سنجد قنات قنين كالنبي زوجة انتي أمران أمون الرب ربادي رقاسي قلو خنا سنرتي قال ايتو فقال له فقال نبي قال نبي نجي قال نجي نومان نجي فقال له نبي نسان نجي جبا قيان لك ولد المسيب جرا سواه بات نومان ملي قال نجي قلت نعم اي نجي راجي قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت النعمان شوف المانيتي وكنتي مثل والنعمان كنتي قال لا يمكنني نبي قال بعض هؤلاء المحدثين قال هشيم فقال بعض هؤلاء قرين رفيقك قرين مودي صوتك شنن كناني جي قرين شيكك شنن كناني جي هذا جور هذا يجور يسويك تادا نومان يفكن نوكم جور ظلمي دا قال بعض هذه تلجئة هذه قرين أمو قرطنيت شريك شيكن كن جاني جي هذا تلجئة كنا قرر دبودا هذا تلجئة فاشد على هذا غيري فاشد رقا قولي يا أمنم يا بشير على هذا خنرتنا من أنتين أمو رقا قولي جان كنر رقا أنتو قال مغيرة من حديثي أليس شرك يقولون لك في الفضل واللبس سواء مغيران أمو رواية ساقي ستني جي أليس شرك خزقيا لكي سنتان يسيقا قصيقا مكي سوى يكونوا إلمان كي سنصيبتهم في البر إيسان ستي أولو خيستي في شبكا خيستي والكتيتهم سنجالة كي سوى نجالة كي ساجي قصات وضوب خنم والإنجال كي سيني خند الميدان من أنتين رقا قدي خنر رتي أنا قدي نيجي وذكر مجالد إن لهم باقي الماني تبصر التحقرات هذا أن تعدل بينهم جد ساني والكتيتون وأن لك عليه من الحق أن يبروك حق ساني رت واجبته وتيسان أولون قال أبو داود بيدي قال بعض صحيح دين صحيح إلا زيادة مجالد زيادة مجالد ملي مجالد ضعيفة إن لهم جت وأخنان تفردة إن لهم عليك حقا مجالد تفردته
تكبر رانك بانك واجباتي. قال ابو داود قال بعضهم اكل بنيك غرينا موشي كاني صنيني جا كل بنيك تفايل مانك نسيتي بدل ايديه. وقال بعضهم ولديك جي بنين جن لفظي بني ولديك جي كل ولديك جي. وقال ابن ابي خالد الشعبي فيه الك بنون سواه المان دي لا خنم عليك ابدا جي. وقال ابو الضحى عن النعمان البشير الك ولد مهو ولن نسم علي جي سيف جلاجي معنى تقما لفظي مختلف مالي. وقال ابن عصر النبي شهد اتنا جريمان شامع وقال نبي حدثني النعمان البشير قال قال نعمان أبان صاح غلامة تكوني خنم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام ما هذا الغلام مالي جي غلام نقوني غلامي أعطاني أبي أباقي أنا خنم جي. قال فكل إخوانك أو إخوتك أعطاك ما أعطاك أكسي خنم غنت يبولي ينكيتي خنم جيني. قال لا أنكني نيجي قال فردده في الرادي بسينان جيجي. وبطالة سليمان وابن أدنى حماد الهادي من المفضل عن المهلبي عن هادي من المفضل من المهلبي عن أبي قال سمعت النعمان البشير يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم واعدلوا بين أبنائكم والكتاي ساجدوا المان كيسني اعدلوا بين أبنائكم المان ديراتي والكتاي ساجد خنا كيستي صحيح الدين صحيح أخرجه مسلم مختصرا ياري. وفي قاعدنا عبد المرابن عندنا إن آدم عندنا جوانا بزيود الجابر قال قالت امرأة بشير قالت امرأة بشير زوجة بشير عمران سنجت حلمي غلامك المقي خنا فمو قبل تخي خنا خنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الرقانا قولي يتخينا سنرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نمنا تغلان سالتني أن حلت لها غلاما ناري نمني جارتين ارقي تورا بيتا صدات جاني سبدك يا نبي تيبا قال نجي نمنا تغلان سالتني أن حلت لها غلاما نمنا تغلان ان تلتي أبل وان تلتي مراوها دا سالتني نر برباد ديان أهلني ابناء المسيداتي بقبل تغنق النودا جي قالت لي يا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه وقصتين كنن نبي رقا قدينا انجدت جي فقال نبي إنج أله لإخوة قرباسي خناف أبوليان جراجي إني قال نعم نجراجي أبوليان قال فقل لهم أعطيت مثل ما أعطيته مثل واني ساخن نتيجي إسماء أبوليان كان يفكر نتيجي قال لا يمكنني قال فليس يسلو هذا وإني لا أشهد وإني مو حلال توجي وإني لا أشهد وإني رقان توجي حقرت مالي أنجوري لتي رقان توجي صحيح ديني صحيح صحيح مسلمين صحيح مسلمين فهو في عطية المرأة بغير إذن زوجها نعم وفكرة قناة زل الدين الإسلام يقدم إليكم دروس يوم الخميس لفضيلة الشيخ أحمد وترى إجازة عن دين الإسلام كان اسم التأسو تغني تغنجا كميسا كمغالا دربا كسب بردن كان شيخ أحمد وترى برسيسو ربي الأمر ليرتوها كنوفا.